طبعا انا سعيد ان انا موجود النهارده في صدى البلد، وسعيد طبعا باللقاء ده. يعني انا شايف الموسم طبعا نادي الزمالك طبعا بدأ الموسم ببطولة زي كاس مصر، والناس كانت متوسمة خير بعد المستوى اللي ظهروا فيه في كاس مصر، اللي المفروض في الدوري نبقى نمشي كويس، لكن حصل بعض، مش عايز اقول اخفاقات، بس عايز اقول يعني ما كانش المستوى في بعض المباريات مش جيد، وبرضه نادي الزمالك خسر كذا نقطة في الدوري العام اللي من خلاله حصل تغيير في الجهاز الفني برحيل ميتشو وجي كالتيرون. فهي الفترة دي انا شايف ان اي وقت بيبقى فيه تغيير في الأجهزة، مدير فني جديد جاي، كل مدير فني ليه سيستم وليه طريقة وليه فكر، فاهمني؟ فبتاخد وقت، بس المشكله زي ما اقول لك اللي انت في وسط الموسم الماتشات شغاله، فالخوف اللي انت بقى بيقع منك نقط في مباراه تعادل، في مباراه في افريقيا زي مثلا بدايه الماتش مازيمبي. لكن انا شايف ان نادي الزمالك محتاج الفتره دي المباراه بالنسبه له تبقى كؤوس، او كل مباراه تبقى بكاس، بتبقى 3 نقط اللي انت يعني تكسب، ما تلعبش غير على المكسب، عشان زي ما قلت لك المكسب بيجيب مكسب وبيعلي المعنويات، لكن لا قدر الله بيحصل اي اخفاق او اي هزيمه، المعنويات بتفضل يعني بتقدر بقى تقل، وبيحصل مشاكل، وبيحصل يعني بتبدا المشاكل زي ما بنقول يعني. فالمكسب بيغطي على اي حاجه. بص، هو اكيد زي ما قلت لك الروح بتبقى موجوده، بس زي ما قلت لك حته الاخفاق او حته الهزيمه دي اللي بتخلي المعنويات للاسف بتبقى واطيه. يعني انت برضو خلي بالك المكسب اما بيجيب مكسب المعنويات بترتفع، لكن انت برضو قعدت 3 مباريات في الدوري تعادلات بالظبط، فيمكن برضو خلي بالك اللي انت برضو ما بتلاقي اللي انت بالظبط، هي دي الثقه. لكن انا اتمنى لمباراه طنطا اللي انت اتكلمت في نقطه كويسه جدا، انت قلت اخر 10 دقائق ظهرت الروح، والروح مش الناس اللي في الملعب بس، حتى الدكه، حتى المدير الفني. فاتمنى للفتره الجايه حته الروح دي او اخر اللي يبنوا عليها، يعني اخر 10 دقائق النادي الزمالك الجهاز واللعيبه يبداوا يبنوا عليها للمباراه الجايه، اللي هي يبقى فيه روح في كل مباراه، يبقى فيه زي ما بقول لك اللعيبه بتقاتل في الملعب، وده اللي شفناه زي ما قلت لك في اخر 10 دقايق. اما لعيبه النادي الزمالك بتركز اكيد بيبقى مستوى كويس، احسن من المباراه اللي مثلا كان فيها تعادل او حاجه.